ألو أمير بيك، صباح الخير. صباح الخير ليلى، جان إجا على الشركة؟ ما بعرف يا بيك، أنا بالموارد البشرية عم أقدم طلب توظيف لأختي، ما شفته لسه. ليه ما خبرتيني لأحكي معهم؟ صارت القصة بالصدفة. يعني إذا هي كانت بنص شطارتك فما في داعي للإنترفيو. قولي لسماخانو ما تبلش فورا بالإجراءات. خلص أنا موافق. حضرتك موافق، ماشي، شكرا. عن جد كلك ذوق أمير بيك. وباسم ريهام بتشكرك كمان، اسم أختي يعني. صحي ليلى، أنا جاي على الشركة بعد شوي، جهزي لي ملفات الشغل لحتى نكملهم. تأمر. مرحبا بابا. أهلين ابني. كتير لابق لك الطقم. خير شبك؟ معصب ومزعوج ومتضايق كتير. شوف هاي الطلعة، حاطين صور حبيبتك لديمة، أفضل صانعة إعلانات بهاي السنة. عزيز بيك ممكن تثبت شوي؟ هالبنت مانا محترمة نهائيا، وقت تركت أخدت زبايننا كلهم. ما تبالغ، مو لهالدرجة، أخدت زبونين صغار بس. أخدت جائزة بإعلان عملته لواحد منهم. حرامية حرامية، عم تفهم؟ ولا تنسى الإنسان اللي بيسرق اسمه حرامي، شو ما سرق يا أفندي. بابا كانوا عاملين حملة مساعدة مشان هيك أخذوا جائزة، أعطيني هاي شوي. لا وقف، اسمع، بشركتنا في حدا عم يتجسس وهو اللي عم يسرب كل العروض اللي منقدمون، وقالين بتاخد الشغل، وإلا كيف كبرت شركتها بهالسرعة؟ بابا إذا سمحت ما عاد بدي اسمع اسم هي المرة، علاقتنا انتهت. تمام؟ طيب تمام. انتبهي. آسفة. حاسس وزني زايد ما؟ لا مثل العادة يا بيك. هيك تمام؟ أكيد. وين جان؟ عم اتصل فيه بس ما عم يرد. ما بيتغير. عادي عادي، ارجع اتصل. الو جان، وينك انت؟ جاي ما بتاخر. وينك لهلا؟ تعال لهون بسرعه. يلا رح اجي. شبك لتكون اشتقت لي ولا؟ ايه والله كتير مشتاق لك. يلا جاي ما رح طول. هلأ أمير بيك بمكتبه وبدك تفوتي معي وبدك تشكري بدون ما تفتحي دمك بحرف واحد زيادة وبتطلعي دغري، فهمتي ما؟ لا ما فهمت، اشرحي لي كمان مرة. فهمتي شو عم قول؟ تمام. امشي. تعالي. مرحبا عزيز بيك. أهلين. أمير بيك أنا آسفة كتير على التأخير. خليكي اتفضل الملفات. ايه
حبيت اقول لك شكرا كثير مشان الشغل. ولا يهمك. هي هي اختك ما؟ ريهام بتكون اختها لليلى وبلشت من اليوم شغل عنا. انت باي قسم توظفتي يا حلوه؟ انا توظفت بقسم الخدمه. عندك ضمه كثير خفيف يا ليلى. شكرا لك. تفضلي. ماشي امير بيك. اسمعي ليلى، خبري المحررين يحضروا نسخ الاعلان الشهري من مجله دي بانك وخليهم يبعثوا لي اياها. تمام. دي بانك؟ المجله هذا الشهر رح يعلنوا فيها عن البناء والتصاميم المنزليه والديكور. كيف عرفتي هالموضوع؟ ريهام في عندها ذاكرة قوية كتير، هي ما بتنسى الشغلات اللي بتشوفها أبداً، وغريب كيف ما عرفت تستغل هالموهبة اللي عندها. هالمجلة شايفتيها؟ ايه معلوم. صفحة الموضة مين بيعملها؟ رفيف جولار. شو رقم الصفحة؟ 46. انت متأكدة؟ مظبوط. انت رح تصيري تتابعي المجلات من اليوم. يعني صار في عندي شغل جديد؟ ايه، وبالمناسبة انت معزومة على حفل ذكرى التأسيس، لأنه كل موظفينا معزومين. شكرا كثير لك، انت شخص ظريف كثير. شكرا. يلا ريهام يلا اطلعي. ايه نسيت اقول لك، الصفحة 77 فيها مقال حلو كتير يمكن يعجبك إذا عندك وقت اقرا. هي هيك على طول، ما تواخذوها بالإذن منكم. شوف لي شو هو المقال. برأيك هيك مرتب؟ ايه حلو كتير. بدها تظبيط من هي الجهة ما؟ لا شايفة منيحة. اوه عزيز بيك شو هالحلو هاد. يا روحي اشتقت لك كثير. اهلين. تعال لك شو هالشعرات؟ شو رايح تستلم الاوسكار؟ لا وطقم وبابيونه وشو هاد؟ نحن بالمدينه هيك بنلبس، عايشين بالحضاره، مو مثل طرزان اللي عايش بالغابه. كرمالك حاسكت له. انت كنت بكمبوديا ما؟ كريتي. جولات التصوير اللي عم بعملها عم تاخذ كل وقت. واضح هالشيء كثير، اصلا ما كنت اجيت على الشركه لو ما كان في مناسبه اليوم. مروا 40 سنه لغايه هاليوم على تأسيس هالشركة، والله عمر. ولسه لهلأ مبين شبي يا عزيز بيك، شو عم تساوي؟ عم أحقن بوتوكس ولو؟ صحيح، ليك، السموكن تبعك جاهز. ما في داعي للطقم، أنا بلبس أي شيء. لك عنا مناسبة مهمة وأنت جايب هالدقن الغريبة، بابا مشان الله أحكي معه شي كلمة. إيه بس هيك لابقت لي وين الغلط؟ بابا إمتى رح تروح؟ بكرة الصبح، يعني لو كنت بعرف إنك رح تتأخر كنت أجلت الموعد شوي. إيه بسيطة، لا تاكل همي بنوب، إلا ما ألوطك بشي مكان. ضرورية كتير إلك هالعطلة بابا. إيه هو أنا بلشت أتعب بس عم فكر كيف رح أترك الشغل. ما تشغل بالك، أنا هون وبدير بالي على الشغل لحتى ترجع. طيب أنا عندي اجتماع، صار لازم روح هلا. لحظة لحظة، وقف. بما انه متأنقين نطلع كلنا سوا، يلا جان. انت ملك الاناقه دائما. يلا اتحرك، يلا استعجلوا.